Monsieur Nassim, monsieur le chanteur le tunisien, tunisien. Ah bah, tu sais, bah, tu te bluffes pas. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? T'as calé ça? Mia a calé. Tu sais, elle a aimé. تمثيلك فاشل فاشل الناس اللي عم تحضر ايه حدلي بعد 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 ايه بعد بعد فيش مظبوط ولا خير نصحان ايه ايه كنا عم نعطيك عن جد برافو هي اقوى منك بكثير بس اكيد اكيد في التمثيل ليه ما هي اشتركت وهي انت عم ترقصت بس في التمثيل انت في التمثيل إيه؟ لا والله صراحه مغنيك ما كان فظيع ابدا تسمية او تمثيلك ضعيف اول شيء خلينا اتفقنا عليها هيدي بدون منازع يعني ولا بمحل قنعتني انك
فايت بالسين مزبوط اقعد تمثل دورك المطلوب منك ابدا ضعيف جدا. على الواطي متمكن، نوتات الواطي متمكن ما فيني اقول لك لا، صوتك حلو مشان حكينا الخامه فظيعه. على العالي نوتات زغطو تختفي، لا تختفي جماليه صوتك، ما بعرف ادائك بيتغير، اختيارك لمحلات العرب، انا ضد العرب مقطع السطر خلينا نتفق عليها كلنا، هيدي فور لايف، هذا زلمه معقد انا ما بحب العرب يعني شانسكم عاطل، فمجبور اقول لك انه على عالي عربك مش نضاف ومش حلوين، وانا بتفضل يعني فضل يا بدك تحقده تعمل عربي يكون متمكن منه اول ما تفوت فيها، يعني انا ما تاخذ ريسك كمان. تصور قد ايه في تناقض بحكي الى حد ما، انه يا اخي حقده بتكون جريء، منيح حقكم بدك تكونوا جريء، اختار العربي ودرسها وقولا، يعني هاي غلطه هايدي كمان، هايدي الرعب مرعوبه، عربها مش موزونين مش مزبوطين، رسمتها مش مزبوطة، يعني إذا بدك الفكرة صحيحة بس أداء عاطل، وأنت زيد شيء أدائك كان عاطل على العالي كتير، على الواطي منيح، بس معناتها أنه أنا بس بقلي بيرفورمس ما بتسوى، لأنه بيغني فوق بيغني تحت وأنت منا عالي وانا واطي عليك، يعني كتير طبقة كتير منيح وغنية محفوظة وغنية يعني معروفة وهيت، فما عندك حجة كنت نسيم للأسف. كمان أنتوا أشخاص براها عليهم أنه بالنسبة إلي هذا زلمة كتير عنده طلان، بالنسبة إلي صرت بدي إيلك كتير من غير أنه زقت منك، لأنه زقت منك كمان بتضايقك شوي، لك مجبور ضايقك نسيم، كتير مرتاح وضعك، كتير عندك ثقة بنفسك مش محلة، الثقة حلوة إذا كان بمحلة، أنت عندك ثقة زيادة عن زوق. أنا أنا حلو أنا اسمعني أنا أقول لك أنا شو عم شوف يا حبيبي، انا شو مراقبك وعم شوف، انت صرت شوي شايف حالك مرتاح انه انا بسر اكاديمية، مرتاح انه انا واصل للفينال، مرتاح نو حبيبي اكيد اني تايم، هذه اللعبه ما بترحم، لانه ما فيش بيرفورمنس واحد مزبوط، اول شيء نصحان الانسان شكل، كمان الانسان بيطلع ستار بيطلع للعالم بده يكون شكل ومضمون، مش بس مضمون، منيح الشكل اساسي بهالايام حبيبي، بطل زمن الابيض واسود خلصنا منه، هذا في شيء ايه اكيد الشكل والمظهر هو 80% صار من المطرب للاسف، ايه اكيد للاسف، انا ما بدي 80% بدي قبلين 50-50 خيي قبلين 40-60 يا حبيبي قبلين، بس تكون عندك شيء يا اخي، حاج بتكل على ربنا كل نهار يا حبيبي، حاج بتكل عليه لربنا انا صوتي حلو خلص خيي حلو عني انتو، هذا بنظر وهوديك اساتذه تبع انا بعرف غني، انت ما بتعرف تغني حبيبي، اللي بيعرف يغني بيغني تحت منيح وفوق منيح وخلص بقى، وترك حالك تنصح وصير بالون على الكاميرا لما نطلع بقول فظيع، بدي احضر انسان قدامي يصير بالنسبه لي رول موديل، يعني انا او الفان سبعك بدي اقول له يا اخي انا بحبه لنسيم، عشو بحبه صوته حلو برافو، بس شكلا كمان مهم، بس مش انه بس شكل وبلا صوت، لا اثنين سوا برجع بقول لك اساس، ما تهمل حالك، عم تهمل حالك ومرتاح كثير على وضعك، ويا ريت بيطلعوك نومينيه لتحس بالوجع اللي حسه غيرك، المفروض تطلع نومينيه يعني انا قصه الايفال انه تعمل ايفال حلو انا ما كثير ضدها، بيرفورم سبعك ما بتسوى، انت زلمه بتغني نسيم، انت بلشت كثير قوي ورجعت لورا، او اذا بدك ما رجعت لورا وقفت محلك ورخيت انه انا قبضاي حلو عني، لا حبيبي انك قبضاي انا هلا سمعت قلت انه الواطي حلو سيبون، يعني انه انا كنت دفو حبيبي، كنت مفكر انه انت رح تقول يعني كل المغنى مش ضابط، بس لا يا اخي انا بحكي اللي بسمع بحكي اللي بسمعه، إيه ما فيني اجي انتقدك هيك، لانه انا اليوم فاتقه معي زعلان منك معصب اي معصبتني مشكي صايره معي، لا انا جيت عم بقيسك على اللي عم تعمله، نسيم تقهرني انت من الاشخاص بيقهروني بالقهر، وش معقوله طيب كان شيء صار شيء هيك وبتغني كل وقت زيت شيء، مان كل اغاني بتعطيك اياها بتغني زيت شيء كل وقت،